في سؤال بيقول ازاي اعيش حياة طيبة وانا عندي مشاكل وعندي آلام نفسية وتعبانة؟ ازاي ممكن اعيش الحياة الطيبة دي برغم ان انا ملتزمة بالصلاة والقرآن، بس انا مش عايشة حياة طيبة، فازاي اعيشها؟ بصي، انت محتاجة انك انت تعرفي ان انت محتاجة تعملي توازن ما بين احتياجاتك كإنسانة وعلاقاتك بالناس وعلاقتك بربنا، يعني في توازن. مش ما تاخديش مش طول النهار قاعدين بنقرأ قرآن ولا طول النهار عاملين نروق ونطبخ. يعني التوازن هو اللي بيعمل السعادة، وهو اللي بيعمل الحياة الطيبة الهادية. ازاي؟ في شوية حاجات كده هقولك عليها تعمليها مع نفسك، وحاجات تعتقديها يعني تدخليها كده وتبقى في قناعاتك يعني، وحاجات تعمليها مع الناس في علاقاتك مع الناس، وحاجات ما تعمليهاش خالص. هنبدأ بالحاجات اللي تعمليها. تعملي ايه؟ اول حاجة انا بحب ابدأ بيها دايما هو العلم. خلي ليكي وقت كل يوم في العلم. العلم بيشرح الصدر وبيفتح الآفاق، يعني بيوسع مخك، بيوسع مداركك. فلما بتقابلك مشكلة مع عقل كبير وناضج بيعرف يتصرف، ولما بتكوني تافهة وما عندكيش اهتمامات كده ومبتقعدوش تقرأي ومبتقعدوش تثقفي نفسك، مع أول مشكلة بتنهاري ومبتعرفيش تحلي مشاكلك. طب ايه حل الموضوع ده؟ اتعلمي ازاي. خدي كورسات في مجال، اي مجال انت بتحبيه. اقرأي، هاتي اي مثلا كتب في التاريخ اقرأي فيها، اسمعي قصص الصحابة، اقرأي في السيرة، هاتي اي كتاب كده يعني. اخش كده المكتبة والكتاب اللي تلاقيه يعني شدك اقريه، بس بلاش كتب الملاحدة وكتب التنمية البشرية في بدايتك، يعني عشان هي فيها حاجات غلط وفيها سم كده مدفون جواها، فممكن تاخدش بالك. يعني بداية الأول من الكتب الدينية من ناس بتوع أهل السنة والجماعة موثوق فيهم يعني، وإن شاء الله بقول لك على بعض الكتب يعني. القرآن ده بقى عايزينه إيه يعني؟ فاهمة؟ عايزين نصاحبه القرآن، مش عايزين نقرأ القرآن، لا نصاحبه. يعني هو موجود معانا، موجود معانا في كل اليوم، يعني بعد كل صلاة، في أثناء الصلاة هو لازم يكون لك ورد من القرآن. تسمعي، تحفظي، تقرأي. هتقولي لي طب احفظ ليه؟ اقول لك احفظي ولو آية، احفظي ولو آية بتفرق. او بتفرق. حفظ القرآن متعة، وسماعه متعة، وقراءته متعة. ماشي؟ ما تاخديهاش على ان هي لازم اقرأه عشان هاخد ثواب، لا، هو انت خديه من باب ان هو فيه متعة، وفي ناس دقت المتعة دي وبتقولك يا اللي تعبانة وعندك مشاكل الزمي القرآن، خلي القرآن معاكي صاحبي. خلاص، هو بيقلل من الحالة النفسية والضغوط النفسية اللي حواليك جدا جدا. طب وايه كمان؟ الرياضة مهمة جدا. الرياضة ليه؟ الرياضة مهمة ليه؟ لأن أغلبنا قاعدين في البيت، إحنا كستات مش كل يوم في الشارع يعني، في أغلبنا بيبقوا قاعدين في البيت، قاعدة في البيت كتير، حركتك قليلة، بتقعدي كتير. الكلام ده غلط جدا على العظم والمفاصل والعضلات. لازم يبقى في عمليات ايه، عارفة انت، تليين، ليني كده دراعاتك ولين رجليك كده، بحيث ان انت تبقي حركتك خفيفة وجسمك مفكوك، مش على طول في ألم وعلى طول بيوجعك وعلى طول تعبانة. الرياضة كمان بتحسن من الحالة النفسية جدا. ايه كمان؟ دايما حياتك فيها جديد، حطي في حياتك حاجة جديدة. يعني النهاردة هقرأ كتاب، النهاردة يعني دوري على أساليب جديدة في حياتك. يعني اشغلي نفسك دايما، ما تقعديش فاضية، يعني انسي فكرة تقعد فاضية دي خالص. طول ما انت قاعده بتعملي حاجه، انت لما قاعده بتاخدي كورس، لما بتتعلمي حاجه، لما بتقراي حاجه، لما بتعملي حاجه بايديكي، بتخيطي، بتصلحي، بتكوي، بتنظفي، يعني وبس بينهم بريكات. يعني كل ما تعملي حاجه خدي راحه، استريحي، ما تقعديش مش كله طحنه كده في بعضه، لا، يعني اقراي كتاب واستريحي شويه،
قومي روقي الشقة واستريحي شوية، قومي احفظي القرآن واستريحي شوية، وهكذا بريكات كده. بس البريكات دي استريحي شوية يعني تنامي لك ساعتين، لا استريحي شوية دي مثلا 10 دقايق كده، مديدي كده على السرير شوية، ممكن تقعدي تتكلمي مع أولادك شوية، المهم يعني تشغلي وقتك. طيب وإيه كمان؟ اضحكي اضحكي، هزاري كتير، فرفشي نفسك، يعني مش كل حاجة جد كده، بلاش قفش. انا عارفة ان ما بنخش في الدور الالتزام والكورسات وتبقي بقى بتشتغلي ولا بتذاكري ولا بتاع، بتخش في مود الكآبة، بتحسي بالضغط النفسي. لا انا عايزاكي تفكي كده وتبقي فرفوشة معظم الوقت. يعني اجيبها منين الفرفشة دي؟ انا متنكد عليا، افتحي ليها افتحي ليها عادي. يعني انت شفتي اولادك، اقعدي هزري معاهم، انت مش عايزه تهزري ولا ليكي مود، لا معلش هزري معاهم. كلمت مامتك في التليفون، اخترع اي اختراع يضحكه، يعني اعمليها بافتعال في الاول، مره مع مره هتبقى عاده عندك، يعني انت خفيفه الدم وبتحبي تضحكي. الكلام ده فعلا بيخفف وطأة المشاكل، لان انا لو قعدت اتكلم في مشاكل كل ما اشوف حد فعلا بيتعمل مشاكل. لا خلينا لما نقابل بعضينا نضحك. طيب ايه تاني؟ اقعدي مع نفسك شوية كده وانتي في اللي هي فترة الاسترخاء دي، يعني ايه حسب، يعني قولي لنفسك انا كده، اقعدي كلامي لنفسك كده، يا ترى انا ماشية مظبوط ولا لا، يا ترى يعني عارفة، اعملي حافز لنفسك، ما تسيبيش نفسك كده لنفسك، يعني ما تمشيش كده وخلاص، اقعدي عارفة انت كأنك ايه، كأنك رقيبة على نفسك، يعني انت النهاردة عملتي كويس، لا النهاردة ما كنتش تمام، طب ايه انا ما كنتش تمام ليه؟ اصل كنت مضغوطه. يبقى انت قعدتي فترات طويله تشتغلي، او قعدتي فترات طويله تعملي حاجه جد، لا محتاجه اخفف شويه عن نفسك شويه، لا يبقى انا محتاجه اغير في جدولي شويه. بس يعني الجدول مرن، خلي الجدول مرن بحيث انت توصلي لحاجه تمام. لا احيانا لما بنقعد نعمل حاجه مهمه في حياتنا بنسرح فيها قوي، فبعد كده بنبتدي يحصل ملل او زهق او تعب او ارهاق. لا انت تعرفي بقى منين؟ هتعرفي من مودك وانت قاعده كده في حاله البريك دي، هتعرفي لو لقيتي نفسك في حاله كآبه يبقى انت في حاجه، في حاجه، الحاجه اللي بتعمليها مش شغله دماغك، الحاجه اللي بتعمليها مش ممتعه، فممكن تقللي وقتها شويه، يعني ممكن شغل البيت يكون بيضايقك، خلاص نقلله شويه، ممكن اجيب حد يساعدني، يعني عارفه انت دايما دماغك رايحه في سكه ازاي احل مشاكلي، مش ازاي اهرب من مسؤوليتي، لا احلها، احل المشكله ازاي. طبعا لازم نشتغل، بلاش بقى فكره اصل قاعده وسط بيت ومتفرغه وكده، لا عادي مشكله، اشتغلي ساعه، اشتغلي ساعتين في اليوم، اشتغلي من البيت، ممكنش انزلي. دلوقتي النت يعني ما شاء الله بسمع عن مجالات شغل لا حصر لها وانت قاعدة في البيت، ما انت كده كده ماسكة الموبايل وقاعدة على الفيسبوك، طب ما تشتغلي احسن الساعتين دول. سيبك من الرغي مع ستات على الفيسبوك والمش عارفة ايه والكلام ده، ما هوش ممتع بصراحة. انا بالنسبة لي الفيسبوك ده حاجة يعني كئيبة جدا، وبتعمل ارهاق، بترهق وبضيع وقت مش مفيدة نهائي بالفيسبوك ده بالذات. فلا خلينا نشغل وقتنا بحاجات مفيدة، اشتغل احسن، شوفي لك اي شغل في الماركتينج، في الديزاين، في البرمجة، اي مجال من المجالات الجديدة الموجودة على النت، وفي يعني فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب ممكن تقولك مشاريع صغيرة تعمليها من البيت. ايه تاني؟ خليكي بسيطة، بلاش شغل الفشخرة والرفاهية والإسراف والتبذير عشان خاطر جايلة ضيوف وأروح عاملة أكل بقى مش عارفة عاملة إزاي، عشان خاطر نزلت اشتري لبس، انزل اشتري لبس أغلى لبس. لا خلينا قطعة قطعتين، الأكل بالمعقول، صنف صنف ولا صنفين من الفاكهة وخلصنا، بلاش طمع، بلاش اسراف، بلاش ان انا عايزه كل حاجه، بلاش اللي انا عايزه بحبه اجيبه، لا نهدى كده شويه، الدنيا دلوقتي رايحه في سكه ايه زي ما انتوا عارفين. ايه تاني يا ستي؟ في حال ذكر بقى على طول انت، يعني بجد من الحاجات اللي هتطرد الشيطان عشان ما يقعدش يعرفك، هو الذكر.
ايه الحاجات اللي تركزي عليها قوي؟ لا اله الا الله، دي بتقوي الايمان. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، دي بتشيل الغم والحزن اللي عندك، ولو انت في مشكله بتطلع منها. الصلاه على النبي عليه السلام بتشرح الصدر وبتهدي النفس اللي هي الهائجه اللي عندك دي، بتهديكي. ايه تاني؟ بصي حافظي على لسانك، هو تقريبا يعني احنا مشاكلنا معظمها في اللسان، يعني حاولي تنقي الفاظك. انا كنت من الناس اللي بالنسبه لي يعني الموضوع ده شيء صعب، بحب كده اللي يخطر في بالي اتكلمه ولا بيخطر في بالي اقوله، انما اقعد انقي الفاظي كان شيء صعب جدا بالنسبه لي، بس هو فعلا مهم، وهي مش سهله، يعني هي مش حاجه سهله انك يعني تتنقي الفاظك دي. انا اقعد انقي الفاظي ولا اتكلم ولا اتكلم لا انقي الفاظي، لكن هي مهمه، هي مهمه فعلا، بتحتاج مجهود. عارفه انت زي ايه؟ انت احنا الاثنين نازلين نشتري خضار، انا قعدت اعبي كده وخلاص بلا وعي، وانت عماله بتنقي لا دي حلوه لا دي وحشه لا مش عارفه ايه، ده عماله في الاخر مين اللي اشترى بضاعه كويسه؟ انت اللي اشتريتي بضاعه كويسه، انت اللي كسبتي، انت اللي استفدتي من فلوسك. انا بقى اروح البيت بقى الاقي بقى الطماطم بقى ايه ده، دي طلعت بايظه، لا ده البطاطس طلعت مش عارفه مزرعه، ده اللي هي مهارة بتحتاج تدريب، بس هي مهمة. ايه كمان؟ السفر، السفر فعلا من الحاجات اللي لا بتعملك يعني ايه زي تقولي كده ايه ريستارت كده خالص لكل حياتك. خدي بعضك كده وجوزك وروحوا في اي حتة مع بعضيكوا كده يوم ولا اتنين، خدي عيالك وروحي تغيري تقعدي في فندق مثلا يومين تلاتة كده لو انت عندك امكانيات. يا سلام بقى لو عمرة هترجع واحدة تانية، فلا السفر من الحاجات اللي لو متاحة ليكي اعمليها. الاصحاب، الاصحاب مهمين قوي، بس مش اي صحاب، يعني اللي بتنفس منك وبتحسدك، اللي بترزع لك كلام جامد، اللي مستلكة دي بلاش منها. يعني خلينا في الاصحاب اللي تقعدي معاها كده بتلقائية كده من غير ما تقعدي تحسبي كلامك وتركزي في كلامك، دي الحلوة اللي مش واقفة لك على واحدة وبتعديلك وكده، حلوة دي. بس حافظي عليها بقى، حافظي عليها وقابليها كتير وشوفيها كتير وخرجوا مع بعض، تفسحوا مع بعض، اتكلموا مع بعض كلام حلو. نعرف ان احنا معظم عاداتنا بنقعد ننكد على نفسنا بنتقابل، بس ايه لا بلاش، لا خلينا احسن نضحك زي ما قلت لك قبل كده، خلي مقابلتك مع الناس ضحك اكتر منه، فرفشه اكتر منه جد، قللي من الجد يعني في التعامل مع الناس. خلاص طيب، حاولي تكوني صادقه، يعني ما فيش داعي انك انت تعيشي دايما مخبيه، يعني مخبيه الخير ومخبيه الشر والجوك يعني مخبيه، لا يعني فضفضي شوية قولي الصدق، لو اتسألتي جاوبي على فكرة، و متبقيش كده صندوق اسود كده خافي للناس اللي حواليك، خليكي واضحة، هتسألك عن خطتك عادي، ما تقولي عن خطتك عادي، ايه المشكلة؟ ما تخافيش من الحسد. خليكي يعني عارفة انت نقية، حتى لو كانت اللي قدامك خبيثة وبتتلائم وعايز تعرف كل حاجة عنك وكده، سيبك منها، ما تعمليش زي الناس خالص، بتقلدهمش، عيش حياتك بالطريقة اللي انت شايفاها صح، ما كيش دعوة بيهم، هم كل واحد بيختار طريقته في حياته. يعني لما تعملي حاجة اعمليها بتكون قوي، ما تعمليهاش عشان عايزة تعمليها وتخلصي، دي من الحاجات على فكرة اللي بتتعب، لا اعمليها باتقان كده، حب اللي يعني حب اللي بتعمليه، يعني حتى لو بتنظفش حب النظافة، لو بتذاكري حب المذاكرة. انا بقول كده لعيالي بيقولوا لي ازاي يعني ايه نحب ايه انت بتقولي ايه؟ بس هقولك، انا بقول لهم ايه، انا بقول لهم ان احبي النتيجه اللي جايه من وراها. يعني انا دلوقتي لما اخد كورس في الانجليش مثلا، انا مش حابه الانجليش ولا بتاعي، انا محتاجاه في شغلي. طيب ما هو ايه بقى يعني، ازاي اقعد اشتغل واذاكر ازاي وانا حابه؟ احبي الثمره اللي هتيجي منه، لان انا ما بعملش حاجه من فراغ، انا بعمل حاجه عشان عايزه حاجه، انا بروق الشقه عشان عايزه اقعد في النظافه، انا بنزل اشتري لبس عشان اتبسط وابقى جميله، فحب الثمرة اللي وراها هتعمليها بتقان. ايه كمان؟
حاولي تتقي الله. ليه بقى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحب المتقين. طب يعني ايه اتقي الله؟ اللي تعرفيه حرام ما تعملوش. يا ستي مش هقولك بقى اكتر من كده، اللي انت عارفه انه حرام ما تعملوش، خلصت لا قدام الناس ولا من وراهم، الحرام ما يتعملش. طيب ده ايه الثمرة بتاعته يعني في حياة طيبة؟ ده هو ده اساس الحياة الطيبة. يعني كل اللي فات ده يعني ايه زي ما تقولي كده بيعملك مود حلو، بتنجحي بتتبسطي كده. انما التقوى دي بقى ايه؟ ده سلاح بقى، لازم تتسلحي، ما انت لازم تكون قوية. هعيش حياة طيبة وانا ضعيفة ازاي؟ لازم اكون قوية. فعشان اكون قوية انا انسان ضعيف برضو، بخلق انسان ضعيف، فمش هقدر اكون بالقوة اللي اقدر فيها انتصر واقف امام المشاكل وامام الاعداء مش تقدري، صعبة مش سهلة. فريح دماغك واتقي الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال ان الله يدافع عن الذين امنوا، هيدافع عن اعدائك وهيعافيك من البلاء، ولما تحتاجيها هتلاقيه، ولما تقفي في كربة تتعرضي لكربة هيفرج كربك. يعني لا غنى عن الله ابدا في رحلتك في حياتك.